تهبل ليتو هو اللي تهبل. سلم عالدين وسلم عالدوالي لم امل علي ما يعني تبليت هو اللي تبلاني علوف مشاعر. دمك يا عين يطفي حزنك يا روح وانت هون عم تغني. والاحلام انت زعلان مني؟ لا ليش لحتى ازعل منك؟ دمعك يا عين بطفي حزنك يا روح. دمعك يا عين بطفي حزنك يا روح. شايف لك على العين ناطره دمع كتير. احسن حتى الحزن ما يعشش جوا الروح. الروح ماتت يا ابو الاحلام، ما ضل فيني غير كوم هاللحم اللي قدامك. لا يا عادل، الدنيا ما خلصت هون. مظبوط ما بتخلصوا. عيني عيني مو كل الأحزان بتفيها دمع العين. عالقوف مشى عالقوف مشى على عيني يعني تبليت هو اللي تبلاني. سلم عالدين وسلم عالدوالي. هذا أكيد عدل يا بي. يا رب. منيرة يا ابي هذا عادل. كفني وين كنت غايب لهلا؟ الشغل بالنا عليك. صار لي سنين غايب ابي. سنين غايب ما انهزت لكم شعره. هلا قلقتوا علي؟ والله ما غبت عن بالنا ولا دقيقة. قلبنا مثل النار عليك، وين كنت؟ كنت بجهنم الحمراء يا ابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يا ابي؟ ورحت على السفر برلك يا ابي عينيك كنت شفت شياطين الدنيا كلها. كنت عم اقوص على ناس ما بعرفها. قالك امي بس الحمد لله رحت على الحرب ورجعت بخير وسلامه، وبكره مع الايام بتنسى كل شيء مر معك. رجعت يا ابي بس بخير وسلامه. شو قصدك لك ابني؟ شو قصدك؟ شو بهرجلك؟ رجلي بطيب يا ابي، جرح قلبي بوفاة امي كمان بطيب، بس ضرب الندالة اللي عملوا فيني هالواطي ابنك شلون بدي انساه؟ يا ابني الله يرضى عليك، اخوك ما دخله، كل شيء صار انا ساويته ولا مصلحتنا كلياتنا. مظبوط يا ابي، مصلحتكم انتم مع عدائي انا. قلتوا لحالكم
احضر على السفر برك وارجع عايش. عادل بيكون مات وهيك هيك، ونيرة صارت محسوبة علينا. الصرماية كانت برجل عادل، بنلبسها لأخوه. عم تقول على المرضي صرماية؟ قلة أدب يا أبي. لكان شو بتسمي المرة اللي بتقبل تتجوز أخو جوزها ورجالها عايش؟ صرماية وستين صرماية. خلصنا عادل، اهدى، فهم كل شيء بعدين احكي اللي بدك اياه. منيح سمعنا صوتك سمير. لك عادل، طولت بالي عليك كثير. انت حالي جاي من الحرب ورجلك مجروحه. لا تكمل يا ابي، لا تكمل. قسما بالله انت بالذات اذا بتشلع من رجلك وبتضربني وحافتح تمي بحرف، بس فهمني ابنك شلون بيقبل على حاله؟ فهمني اياها، هي شلون بيقبل على حاله؟ شو بتزهرم ولا؟ جاوبني شو بتزهرم؟ سمى الهاري يا ابي. عادل سلامتك، تعال. وقت ما أخذوك على سفر برلي أنا عم استناك. كل ما دق الباب بقول إن شاء الله يكون عادل. كل ما بسمع في حدا نفد من الحرب ورجع بقول يا رب يكون معه عادل. يا ريتني ما رجعت يا أبي، يا ريتني ما رجعت وشفت اللي شفته. كان أريح لي ولكم. شو هالمنظر هاد؟ شو هاد؟ شو اللي سايله من رجلك لقبلي؟ شبر رجلك؟ معفني يا ابي، معفني وبدي اقطع. قال اذا ما قطعت حموت. يا لطيف، لك من شو هاي؟ من شو؟ احكي لك عادل، من شو؟ اكلت رصاصه وتاخروا لشالوا لي اياها. قام عفن الشرح. طيب ليش ما قطعوها؟ ليش تركوها هيك؟ انا ما خليتهم يقطعوها. انت بتخليها هيك لتموت لقبلي؟ كنت بدي اعمل عرسي بالاول يا ابي، وبعدين بقطعها. قلت لحالي بطلع قدام الناس حريص كامل مكمل، مو ناقصه شيء. لك ابي انت رجال ومو ناقصك شيء. حشوتك احلى بنت بكل الحاره. انا اليوم قلت له لسمير بدي زوجك احلى بنات ابو العز، ولو بعت اللي فوقي واللي تحتي. دمعك يا عين من حوالب مجروح. ابي بكره اليوم بدنا نروح على الخطخانه. على شو العجله يا ابي؟ على شو العجله؟ خلاص بنروح بعدين. ولك ابني كل يوم عم يمر، الغرغرينه عم تاكل برجلك، شو يعني؟ بنتظرك لحتى تموت قدام عيني؟ يا ابي خلص. يلا انتوا اثنين خلصوا فطوركم وتعدوا اخوكم. يا بي انا وياك لحالنا بنكفي بنوفي. خلي عمار يروح يفتح القهوه مشان ما نتاخر على الزباين. تخيلك انت والزباين على اساس تشتغل مقتل بعضه. شو من كان يا بي، شو من كان؟ ان شاء الله عمر القهوه. اخوك هلا اهم من كل شيء.